تيصيب الاصل ديالو ان التنافسيه ديال الانتاج في المغرب قليله. علاش التنافسيه قليله؟ يمكن حيت كانوا بعض القرارات اللي اتخذت من قبل من طرف يعني الطريق ديال العمل مع بعض البلدان يعني اللي عندنا معاهم التبادل الحر، اللي باقي عندهم واحد الامتياز في التوريد ديال الانتاج ديالهم اللي تيدخل في المواد الاوليه ديال المنتوج المغربي تيكون شويه زايد في الثمن. كاين مشكل ثاني وهو بان التنافسيه تكون يعني مضروبه من طرف الضرائب اللي تيكون باقي على الانتاج، اللي مازال ما بدلنا النموذج ديال الضرائب باش نخليو الانتاج المغربي يكون يعني تدار بقل الثمن. وصفة عود آخرة كاين المشكل ديال اللوجيستيكي، اللي حنا خدينا بعض القرارات ما يتعلق باللوجيستيكية الداخلية في المغرب، ولكن اللوجيستيكية في القطاع ديال التجارة الخارجية مازال ما خدينا القرارات اللي باش تخلينا نقلوا من الأثمنة. كاين زعما عندنا بعض الميدانات اللي عندنا فيها حنايا واحد الامتياز، بحال دابا حاليا تنشوفوا في القطاع ديال السيارات، في القطاع ديال الصناعه ديال الالات اللي تدخل في منتوج الطيارات، وكذلك في القطاع ديال المواد الغذائيه عندنا بعض الامتيازات اللي خصنا باقي نطوروها باش نزيدوا في القيمه المضافه ونكثروا الانتاج والتصدير ديال المغرب. كاين واحد يعني مشكل ثالث اللي خصنا ندافعوا عليه هو يكون عندنا المعلومات التجاريه اللي باش تخلينا ناخذوا القرارات اللي يعني متركزه لبعض الزبائن في بعض البلدان، اللي باش يكون عندنا اكثر من نتيجه. واحد ما تيمشي زعما السوق الخارجي سوق واسع، خصنا نعرفوا فين نتاجوا باش يكون عندنا قرارات اللي هي تجيبنا اسواق يعني باحسن ثمن. اللقاء ديال اليوم هضرنا فيه على المقاولات المصدره وعلى الأهمية ديال التصدير اللي هو اليوم من الأولويات ديال الاقتصاد الوطني. تكلمنا على العديد من الأشياء اللي تتهم قلنا هذه المقاولات، ومنهم الولوج للتمويل. من غير الآلية اللي تنعرفوها ديال القطاع البنكي، كان أيضا تدخل ديال مؤسسات أخرى كمؤسسة تمويلكم. اليوم مع المؤسسات ديال القطاع البنكي تنجيبوا بعض الحلول باش نعاونوا هذه المقاولات الولوج التمويل. كي تنتكلموا على شنو هذه الحلول، تنهضروا على كيف هذه المقاولات يمشيوا لهذه الأسواق الخارجية، وخصهم ما يسمى بالكوسيونمون. دونك تنجيبوا هذه الآلية مع القطاع البنكي، تنضمنوا واحد 50 60 ولا 70% حسب المقاولة. تنعاونوا أيضا المقاولة باش تمول الاستثمارات ديالها ايضا. وتنشوفوا ان السنوات الاخيره اكثر من واحد 1700 مقاوله قدرات تمول عند القطاع البنكي بفضل هذه الاليات اللي درنا اليوم مع القطاع البنكي.